متابعين معكم مشاهدينا بالفقرة الثانية، معنا دكتور جورج خياط، دكتور بالأمراض الصدرية. صباح الخير دكتور. صباح النور. دكتور حضرتك معنا اليوم بالحلقة لنحكي عن الإيفنت اللي عاملينه ب 31 أيار بمناسبة اليوم العالمي ضد الدخان. خبرنا شوي عن هالإيفنت اللي منظمته أوتيل دو فرانس. يعني هذا إيفنت تنوعي توعية أكثر شيء، لانه 31 ايار هو نهار العالمي لمكافحه الدخان، وبهمنا نحن كمستشفى جامعي يعني انه نعمل شيء يوعي العالم على المشكله اللي هي مشكله كثير مهمه بلبنان للاسف، يعني حتى اكثر من بلاد ثانيه. نعم. يعني هذا الهدف الاول. نعم. شو هو البرنامج تبع هذا النهار؟ هلا خلينا نقول انه ما في برنامج بشكل منظم 100%، بس نعم. في اكيد اولا رعايه وزير الصحه اللي هي ومشكوره على الرعايه، تعطيها كمان طابع وطني، لانه نحن مش عم نشغل كاوتيل ديو، نحن بدنا يكون لها طابع وطني، لانه هذه مشكله وطنيه اكثر من مشكله لمستشفى او لجامعه. نعم. او مشكلة عم بتطال شبابنا، عم بتطال كل مجتمعنا. أكيد أكيد بقى رح يكون في أكيد مثل ستاندات توعية على تأثير الدخان، على الجمال، على النشاط الجسدي، يعني كل شيء رياضة. يعني عم نشد السنة على قد ايه الدخان له تأثيرات مش بس مرضية، لأنه التأثيرات المرضية الناس بتعرف انه الدخان بيعمل سرطان وبيعمل القلب وبيعمل مشاكل. ومش فرقانه معه. هلا فرقانه ما بعرف، هلا بلكي نرجع نحكي فيها، اكيد فرقانه معها بس بتطنش، لانه الدخان ادمان والواحد ما بيحب يفوت بالتفكير. بس الدخان كمان له تاثير مهم على الجمال، له تاثير مهم على امكانيه النشاط الجسدي، على امكانيه الواحد يعمل رياضه مثل الخلق، على الحياه بشكل عام، يعني غير المرض. وهذا نحن عم نحاول نضوي عليها السنة، الشباب اللي هن كمان بهمهم أكثر بركي من الناس الكبار بالعمر، بهمهم الرياضة، بهمهم الجمال، بهمهم كل هالأشياء، يكونوا كمان واعيين على هذه النقاط. يعني لاحظت أنه بالصورة اللوجو تبع اليوم العالمي ضد الدخان اللي عاملينه حاطين صورة بنت صبية وجهها بشرتها حلوة ونضرة، وهي ذاتها كأنه البنت وجهها مجعد مختير، كأنه حسيت أنه رح يعني السنة مقررين تفوكس على هيدا الشيء، أنه يمكن مثل ما قلت أنه صار معروف أن الدخان بيأثر على بيعمل سرطان، بيأثر على الصحة. مزبوط. وبنكتب على علبة الدخان الدخان يقتل، بيعمل أمراض سرطانية، والناس بعدها تستهلك الدخان. يمكن بركي إذا بنقول لهم أنه الدخان ببشع بيخطر البشرة، بركي هذا اللي بهم الناس أكثر. يعني إذا بدك هذا اهتمام، خلينا نقول سريع أكثر، اهتمام يومي. المرض الواحد دائما بيفكر انه المرض انه هيدا اوكي بتصير الغيره وكذا، هيدا الجمال تاثير على البشره، تاثير على السنين، تاثير على الشعر، تاثير على العضلات. يعني هالتاثير هيدا كله اولا منه معروف كثير، وثانيا انا بظن كثير مهم بكل الاعمار، وحتى بدون ما يكون في مرض الدخان عم بيكون له تاثير. أكيد المرض كتير مهم، ونحن كمان عم نشتغل كمان تنخفف من وطئة هالأمراض على مجتمعنا، بس لازم الناس لازم تعرف أنه تأثير الدخان منه بس أولاً لقسم معين من الناس، وثانياً مش بس أنه والله بيعمل أمراض واللي ما عمل مرض يعني مش الحال. نعم. يعني كيف رح تكون الجورني؟ رح يكون في ستاند توعيه؟ رح يكون في ستاندات توعيه على شو التاثير، رح يكون في ستاند مع حكم اسنان، ستاند مع بسيكولوج، دونك علم النفس، تنشوف كمان كيف التاثير. رح يكون في رياضيين، رح يكون في يعني ناس معروفه من مغنيين، من ناس بتعمل رياضه على مستوى عالي، بشكل انه يكون في توعيه، والشخص اللي بيجي يعني اكيد بيقدر يقطع محل ما بيلاقي هو مناسب، واحد ما عنده اهتمام،
رح يكون في إمكانية إنه واحد يسجل يقيس نفسه، يقيس قوة نفسه، يشوف هالنفس إذا عم بيتقله تأثير بالنسبة لإمكانية الرياضة عنده. نعم. بشكل عام هو هن التغذية كمان، يعني كيف الدخان ممكن يأثر على التغذية، وكيف التغذية ممكن تأثر على توقيف الدخان. يعني كل هالعوامل هيدي اللي هي بركي يعني معروفة أقل من العالم يعني. نعم. الدعوة لمين موجهة؟ لكل الناس. أكيد الدعوة مفتوحة، اللي بهمه أكيد بيقدر يقطع النهار كله، رح يكون موجودين يعني من الصبح 8-9 لساعة 4 بعد الظهر. والناس موجودة، يعني اللي بيقدر بده بحب يجي أهلا وسهلا. ما في شيء إجبار يعني، بس إنه أكيد واحد بيجي بيشوف. وين رح تكون؟ بأوتيل ديو؟ بمدخل أوتيل ديو، خلينا نقول أنت وفيت على أوتيل ديو بالساحة الكبيرة. بالتراس برا. مظبوط. نعم. دكتور، هل عدد المدخنين عم بيزيد أو عم ينقص؟ في شيء إحصائيات؟ في إحصائيات بلبنان هلا، بعد ما عندنا تطور، يعني ما بنعرف مظبوط إذا عم بيزيد أو عم ينقص، بس هو ديجا كفاية، لأنه الإحصاءات اللي انعملت بتدل على إذا أخذنا الشعب ككل فوق 50%، بال 55% نسبة المدخنين، وإذا أخذنا الناس اللي عمرهم فوق 40 سنة بنقطع على 70-75% من الأشخاص اللي ما عمرهم فوق 40 مدخنين. وهلا أكيد كل الناس بتعرف وعم بتشوف إنه للأسف عند الشباب وكلمانهم عم بيكونوا صغار، يعني بيدخنوا الأرجيلة مثل كأنه الأرجيلة منا دخان. الدراسات العلمية بينت إنه الأرجيلة تأثيرها هو مثل تأثير الدخان بالنسبة للأمراض، بالنسبة لكل التأثير. هذا دخان عم بيتدخن، والمواد اللي بيتنشأ الواحد لما بيدخن سيجارة هن زيتهم بيتنشأوا بيدخن أرجيلة. الفرق إنه بركي الأرجيلة فيها شوي نوع من التسلية، دونك الناس بتحسها إنه هي بركي هي تسلية، هيدا مش دخان. بس الإدمان أكيد مهم، ومنعرف ناس، منعرف مرضى بيدخنوا بشكل واحد كتير صعب يتخيل إنه واحد يدخن مثلا أرجيلتين أو ثلاث أرجيل بالنهار، ناس حتى أكتر. بقى في إدمان بيصير، هالإدمان بيعلق الناس بالأرجيلة، بيعلقها بالدخان بشكل عام، وتأثير على الصحة وعلى كل الأشياء اللي بتأثر على السيجارة موجود مع الأرجيلة. وهيدي مشكلة أكيد بمجتمعنا رح نشوف نتائجها للأسف، يعني بحكي بعد 15 أو 20 سنة، لأنه هلأ دخان الأرجيلة 15-16-17 الشباب، يعني من ال 15 ل 25 صارت مثل موضة. أنا تفاجأت امبارح بفيديو على الفيسبوك لطفلة عمرها حوالي الأربع سنين، عم بتأرجل، وعم بتأرجل بطريقة بروفيسيونيل بلا أح بلا شيء أبدا، ولما أمها تقشتها الأرجيلة بتعيط عليها وبتصرخ لحد وبتصير تبكي لحد ما أمها ترجع تعطيها نربيش الأرجيلة. يعني قديه في جهل هون، وخبرنا هيك شوي، خلينا نوعي الأهل، يعني شو تأثير هالأرجيلة على هالطفلة؟ شو بيكون يعني صاير فيه بجسمها؟ الفرق عن الكبار، لأنه هلا تأثير الدخان عند الكبار مش احنا جاي نعيدهم، يعني السرطان. نعم. وكل مشاكل الشرايين وهيك، بس الفرق إنه عند الأطفال الرئة منا متكونة بعد بشكل كامل. يعني الرئة بتضل تتكون لعمر 8 سنين، دونك لما عم بتقولي لي عمر 4 سنين، يعني تأثير الدخان على الرئة مش بس تأثير على الرئة، تأثير على تكوين الرئة، ودونك التأثير أهم بكتير. مثل واحد إذا بدك يعني عم بخف الريزيرف تبعيته قبل ما يبلش يشتغل، أو قبل ما يبلش يعيش، يعني قبل ما الرئة تكون عم تشتغل بشكل طبيعي وناضج، عم نجي نأثر عليها ونمنعها حتى تنضج بشكل طبيعي. يعني شو بعود لهالطفلة عن الرئة تبعها؟ ما في تعود. ماشي، يعني مثل ما الناس بتعرف إنه تأثير الدخان تأثير موجود وللأسف ما بيرجع لورا، وتوقيف الدخان كتير مهم، لأنه
في تأثير، في قسم من التأثير منحد منه ومنمنع التأثير الزيادة، بس التأثير الدخان اللي صار يعني بالنسبة للرئة خصوصا لما بتكون الرئة احترت في في مناطق احترت ما مش رح ترجع تربى. فتخيل إذا جينا منعناها تربى من الأول يعني كمان أصعب يعني. نعم هذا موضوع خطير كتير يعني الأهل أو أكيد يعني في هذه شغلة في جهل كتير كبير إن الواحد يعمل هيك، وأكيد يعني حتى نحن بنقول عند الأولاد الأكبر من هيك حتى عند الشباب يعني جو البيت وجود الدخان بالبيت كله هذا بيساعد إنه هالشباب يدخنوا أكثر بنسب أكثر. نعم. هلا هذا المضحك المبكي يعني إنه بتشوف ناس عم يعملوا كومنت ومزعوجين كيف هالأم عم بتخلي بنتها تأرجل، وهن بيكون بحطوا ابنهم بحرجون وبأرجلوا. كمان هيدي الشغلة يعني مهمة كمان عم يعطوا الأرجيلة بطريقة باسيف للولد. أكيد التباجيس الباسيف يعني الدخان السلبي هيدي الشغلة بالنسبة للأولاد كتير مهمة لأنه بيضر. هلا قدي كتير صعب واحد يعمل يلاقي نسب لأنه تأثير منه تأثير هو ذاته كل المحلات، بس في دراسات بينت بشكل واضح أنه تأثير التدخين السلبي له تأثير ذاته أكيد أنه أقل كنسب، بس نفس الأمراض نفس التأثير موجود، وهذا الشيء خلى أنه القوانين تطلع يعني لأنه ليش واحد بده يمنع الناس تدخن إذا الدخان ما له ضرر. وببلاد العالم محل دراسات انعملت التأثير السلبي، أنا عم دخن بس أنا عم ضرك وأنت موجودة ما خصك، ليش أنا بدي ضرك؟ ومشان هيك أنا ممنوع دخن بمحل عام. نعم. في ناس بحكي مش حابة هي تنضر وما مش مجبورة تنضر لأنه أنا طالع عبالي دخين. نعم دكتور شو صار بهالقانون؟ يعني نزل القانون تنفذ لفترة صغيرة وبعدين رجعنا نشوف أنه رجع الدخان وين ما كان بالأماكن المغلقة وكل شيء. يعني للأسف القانون موجود وطبق، وبالفترة اللي طبق فيه صراحة كان فيه مثل تفاؤل كبير، وأنا سامع كتير ناس ما بيدخنوا بس كمان ناس بيدخنوا عم بيكونوا متجاوبين وعم بيكونوا إيجابيين بالنسبة لتطبيق القانون لأنه عم بيحسوا أنه في فرق، أنه حتى الناس بيدخنوا. أنا بعرف كتير ناس يحكوا قدامي أنه أوكي نحن مندخن بس أنه مش مجبورين نكون بمحل ونصير ريحتنا دخان وكلنا دخان وهيك يعني. في نسب تدخين أقل، هالناس انبسطت بالقانون. هلا للأسف في مصالح، في تضارب مصالح ودت انه التطبيق ما بقى عم بيكون مزبوط، وهالمصالح هيدي للاسف يعني واحد بده يلاقي طريقه. اكيد نحن انه ما بدنا ناذي ناس بتوقيف الدخان بس بدنا نلاقي البديل. نعم. لانه الناس اللي عم تنأذت بين هلالين من توقيف الدخان لاسباب ماديه وهيك بده يلاقي البديل وحتى تهشي ما يكون. نعم. عم بيأذيهم بس يعني هذه المشكلة انه تضارب مصالح بالمجتمع اللبناني خلى انه هالقانون صار واحد عم بيطنش عنه انه ماشي الحال. مين بيقدر هون يعلي الصوت ويرجع يطالب هالقانون؟ عندكم كل دور الناس بهالمجال او الشعب؟ كل الناس. انا برأيي كل واحد له دور، يعني كل وزير له دور بمحله، كل مسؤول له دور، كل شخص له دور. يعني عرفتي هلا بتفوتي بمطعم بتلاقي ناس عم بتدخن ما حدا بيحكي شيء. هلا في ناس بتحكي في ناس بتفل بتقول انا ما بدي، بس انه نسب قليله. لازم الكل كل واحد لازم يلعب دور ان كان لقصه توقيف الدخان وان كان لانه نلاقي الحلول لتوقيف الدخان يتطبق بالمجتمع اللبناني بدون ما يصير في مشاكل من وراها، بدون ما يكون في ناس عم تنأذى بمصالحها يعني بحياتها في المهم يعني هل مصلحته عم بتفوت اذا عم بيعيش من وراء انه في مجال الناس تدخن عنده وهيك خصوصا بالمطاعم يعني وهيك انه اوكي خفت نسبه الناس اللي عم تروح على المطعم. ما بعرف بس انه هيك بيقولوا انه الناس بدنا نلاقي حل من جهه ما ينأذوا بس من جهه ثانيه ما يكون في دخان عم بيأذي كل الناس وبدون ارادتها كمان. نعم فعلا يعني بنشوف برا انه المطاعم كلها بتبقى مفوله بكل بلدان اوروبا يعني وبرا،
كلهم بيشتغلوا يعني في اشغال اكيد اكيد وعندهم قانون اكيد انه هيدي مش موجود الا برا. انا بظن مشكله ما انا مزبوط بده يطلع لبرا يدخن يعني. انا بتخيل انه التاثير هو اذا بده يكون في تاثير وقتي يعني بدها تتعود الناس. ايه مزبوط يعني اذا كل الناس وقفت الدخان بالاماكن العامه، اذا ممنوع الدخان بكل الاماكن العامه، اولا انه الناس بدها تضل تروح على المطاعم، اذا عم نحكي على المطاعم صح، انه مش رح تضل بالبيت كل الناس ما تروح على المطاعم، هاي من جهه، ثاني جهه رح تتعود وبتصير القصص بتمشي. بدنا مرحله، في مرحله بركي ما بعرف كم سنه، سنتين ثلاثه، تا هالشيء يفوت براس الناس، بتصرف الناس بالمجتمع ككل، وبعدين بتترجلج القصه ليكسبوا هيدي العاده. بدنا نفكر بهالكم سنه اللي في صعوبات، نشوف كيف بدنا نلاقي الحلول المناسبه تالكل يستفيد، مش نكون عم نربي شباب كمان بنفس الوقت، الجيل الصاعد اللي عم يطلع يعني ما ياخذ يكسب هيدي العاده السيئه جدا. هيدي مشكله مهمه اللي عم كثير. ما هذا عم تاذي الشباب يعني، حتى ما بقى عندهم نشاط، بدل ما الشاب يكون عم يعمل سبور، يكون عم يتحرك، يكون النشاط تبعه يروح يلعب باسكت، واصحابه عم بيروحوا يقعدوا يأرجلوا. مزبوط، هيدي مشكله كثير كبيره، وعم نأمنهم هالارجيله بشكل كثير هين، بمصروف كثير قليل يعني، والمصروف كثير مهم يعني. كل الدراسات بينت انه كل الاشياء اللي عملوها ببلاد برا تيخففوا الدخان، اهم شيء كانوا فعاليه اكثر شيء هو لما زادوا سعر الدخان. وهذا دل بشكل واضح انه نسبه استعمال الدخان خف بشكل كثير مهم لما غليت السيجاره، لما غلت علبه السيجاره. لما عم نجي نحن هون ناخذ الشباب نقول يا خيي بسيطه، بكميه كثير قليله عم بيقدر يروح يدخن كل الليل، حط ارجيله ويدخن، هيدي شغله يعني عم نشد الناس على الادمان. صح، والادمان بصير عدم حريه، يعني بصير الواحد ما يعود عنده الخيار، بصير مجبور يدخن. مزبوط فعلا، وهيدي نحن نشتغل عليها، يعني نحن بهمنا كمراكز توقيف الدخان، كالناس اللي عم تهتم بتوقيف الدخان، يعرفوا الناس انه نحن هون مش كرمال تنقصصهم او كرمال تنلاقي سحر، احنا هون تنساعدهم تيقاموا هالادمان اللي عندهم اياه ويصيروا حرين بالنسبه للسيجاره وبالنسبه لاستعمال السيجاره. نعم، هل القانون بجرم يلي بيعطي دخان لقاصر؟ او لا، ما في شيء يعني، ما بعرف هلا اذا ممنوع بيع السيجاره على للقاصر. هلا مفروض انه ممنوع تنبيع للقاصر، إيه؟ بس انه وين عم تتطبق هيدي؟ نعم، يعني انه هي ما يكون الواحد مبين ولد يعني مش رح يبيعه علبه سيجاره بس انه لا، انه حتى لما عم نشوف تينيجرز شباب صغار عم يقعدوا بكافيه وعم بيأرجلوا، شو ما هي المشكله انه شو انه واحد عمره 18 سنه بيروح بيشتري سيجاره بيشتري علبه مش هيدي المشكله يعني، انه مش هيدي رح يحل انه ممنوع بيع الدخان للي عمره تحت 18 او تحت 21، بضل واحد يلاقي طريقه. لما بيكون ممنوع كل المحلات، ايه بتصير ساعتها طيب وين بده يروح يدخن؟ مثل ما بتقول لما تكون سعرك غالي فعلا، سعره غالي وما له حق يدخن الواحد غير بمحلات فريمون معينه. نعم، ساعتها بتخف كثير من نسبه الناس اللي ممكن تدخن، ما بتعود لذه، ما بتعود عادي، ما بتعود شيء طبيعي انه موجود، انه ايه انا عم بعمل مثل كل الناس، عم دخن سيجارتي مثل كل الناس، عرفتي؟ هيدي بدون وعي الواحد بتفوت براسه. مشان هيك فلومة السينما مثلا ما بتشوفي مسلسل في ناس عم بتدخن، يعني عم بتفرجي الشباب اللي عم يحضروا هالمسلسلات انه هذا شيء طبيعي. صح، وفي كثير بلاد هلا ما بقى يقبلوا انه بفلومه مثلا ما بقى يقبلوا يكون في دخان، يكون في ناس بتدخن، لانه صوره الممثل او الممثله الجميله ويابا المهمه بالعالم وكذا عم بدخن، هيدي الصوره بتخلي الناس خصوصا الشباب انه نحن بنعمل مثل فلان وفلانه اللي هن ناس نجحوا بالعالم ومهمين وحلوين وكل الاشياء المنيحه. نعم، وبتنربط بالدخان بشكل بدون وعي يعني للاسف. نعم دكتور خياط، هل
تنطروا المدمن لحتى يجي لعندكم على المركز ويقرر انه هو يترك دخان، او عم تعملوا شيء عندكم دور بتوعيه بالمدارس بالجامعات؟ يعني نحن صراحه مش عم نوعى المدارس والجامعات تنجيب ناس تتوقف دخان، دور توعيه اكيد. في غيرنا عم يشتغل كمان على التوعيه على بالمدارس بالجامعات، يحي مثل هلا عم نعمل عم نحكي على التلفزيون. شو الهدف؟ الهدف انه الناس نوعي الناس، نوع الناس. وبعدين اكيد اللي بيحب يوقف ونحن هون تنساعده، نحن وغيرنا يعني اكيد في صار في بلبنان محلات وناس عم تهتم بهالشيء. كثير مهم انه الواحد يعرف انه نحن هون تنساعد، منا هون تنقاصص او تنحط مثل واحد بحب تاني وضمير وكذا، لا نحن هون تنساعد، لانه الدخان مرض، الادمان مرض، ومرض للاسف ما بيعطي عوارض بالاول، ولما بلش يعطي عوارض يعني بصير عم بيخلق امراض جديده. ونحن هون تنساعد المريض اللي مدمن على الدخان انه يوقف الدخان بالطريقه الانسب. يعني نعم دكتور، ذكرت انه الامراض رح تبلش على الشباب، رح تبين النتائج بعد 15 سنه. مزبوط. شو اللي رح يبلش يبين برايك؟ يعني هلا نحن اللي جا بلشنا نشوفه صراحه، يعني انا من لما كنت بعدني بالجامعه كنا نتعلم انه مثلا سرطان الرئه ما بنفكر فيه عن شخص ما عمره فوق تحت الخمسين، يعني بنبلش نفكر فيه عن شخص بيدخن فوق الخمسين، عمره فوق الخمسين. نعم. هلا صرنا عم نشوف مرضى معهم سرطان بالرئه بالأربعين. واو. وبالثلاثين حتى في حوادث عم نشوفها بالثلاثين، 35 سنه واحد بيكون عامل سرطان بالرئه. طيب ليش؟ لانه واحد عم بلش يدخن عمره 15، يعني بال 35 صار له 20 سنه عم بيدخن، بينما بالزمانات كان الواحد 25 30 حتى الناس تبلش مأخره اكثر. دونك نسب الامراض مثل سرطان الرئه مثلا عم بتزيد على عمر اصغر. نسب المشاكل بالقلب، شرايين القلب، الجراحات بالقلب كمان صار اكثر واكثر عم نشوف. هلا ما في احصاءات علميه خلينا نقول بلبنان بشكل دقيق، بس انه اكيد كل حكم القلب وكل حكم الرويه، ونحن عم نحكي مع بعضنا ومن عم نشوف اكثر واكثر حوادث ما كنا نشوفها قبل وبعمر صغير. نعم. ممكن لانه الدخان يعني قد ايه واحد ممكن يدخن بالنهار، اما الارجيله يعني انا مثل ما قالت الدكتوره مره انه راس الارجيله ممكن يساوي 100 سيجاره. هلا اذا بدك قد ايه بيساوي بالنسبه للضرر مش معروف علميا، معروف علميا انه بيساوي بحدود بين 15 و20 سيجاره. يعني الواحد عم بيدخن 15 سيجاره ورا بعضهم، في بينعمل درس بالدم لمواد ببين انه هالمواد كميته بالدم من بعد 15 سيجاره مثل راس الارجيله. هلا ضرر الارجيله اكيد ضرر مثل ما حكينا مثل السيجاره، ومشكله الارجيله انه لما بتصير بشكل اسبوعي ومره ومرتين وثلاثه، يعني واحد كانه عم يدخن علبه سيجاره هيك على فرد جلسه، يعني التاثير عم بيكون موجود. صحيح. وكمان ادمان، يعني مش لازم الناس تفكر انه الارجيله والله بسيطه عم نتسلى. هلا اذا واحد دخن ارجيله مره بالسنه اوكي، مثل ما واحد عم يدخن سيجاره مره هيك كل كم يوم، بس لما بيصير استعمال السيجاره والارجيله استعمال منتظم، مش رح يكون يومي بس عم بيصير بشكل متكرر وبطريقه يعني عم بيعاود حاله اسبوعيا، يعني بالقليل يعني صرنا باحتمال مشاكل عم بيزيد. نعم. عم بيزيد عم بيزيد عم بيزيد. نعم دكتور خياط، لكينا نحن ناطرين الايفنت اللي هو هيدا النهار يلي عاملينه ب 31 ايار. مزبوط. مثل ما ذكرت من الصبح من حوالي الساعه 9 للساعه 4، وبنشكرك كثير على هذا اللقاء، وان شاء الله هيك هيدا الدور التوعوي اللي عم تعملوه كثير مهم. مشكورين كثير على كل جهودكم. يعني وان شاء الله الناس كل الناس اللي بتجي هي بتكون عم تتوعى وعم بتوعي الباقيين كمان، لانه بصير عندها معلومات اكثر على الموضوع وتقدر تحكي فيه بشكل كمان احسن. فعلا. مشاهدينا فاصل ونرجع.
شكرا.